حدثنا روح حدثنا قرة بن خالد عن درغامة بن عليبة بن حرملة العنبري قال حدثني أبي عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال اتق الله وإذا كنت في مجلس قوم فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته، وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه.